مع الفنانة أميرة سليم. خلينا يعني ندخل كده معاها في الكلام ونعرف أخبارها إيه الأول. مساء الخير. مساء النور. يعني أنا قاعدة مستمتعة بالأغنية، يعني كان نفسي يكملوا بقية الأغنية نسمعها معاكي، بس أولا يعني كلميني، يعني جات الفكرة إزاي إن أنت تقدمي أغنية، أو ليه اخترتي الموسيقار سيد درويش تحديدا يعني؟ الحقيقة سيد درويش هو حاضر في حياتي من زمان جدا، لأنه أنا كان بيبقى دايما موجود في حفلاتي، وكنت بغني له أغانيه يعني في كل حفلة اللي هي في أوروبا بالذات. لكن الصراحة الفكرة جت مع والدتي من سنوات طويلة، لما فكرنا إزاي نحيي تاني موسيقى سيد درويش، وإزاي نقدمها يعني خارج حدود مصر، الناس اللي ما تعرفش الموسيقى المصريه والهويه المصريه والتراث الموسيقى المصريه. فده الفكره جت من التعاون مع والدتي من خلال اغاني سيد درويش. طبعا انا شايفه انه البدايه كمان انت هنا مستعمله اميره صوتك، طبعا انت سوبرانو، مع الموسيقى، حاسه انك دخلتينا كده في عالم ملائكي يعني جديد. يعني هل الحان سيد درويش بتديكي الاحساس انك كمان، لانه السوبرانو في طبقات مختلفه عاليه، فهي برضو اديتك يعني عايزه اقول الاغنيه الموسيقى غنيه واديتك الاحساس ده اكتر يعني. يعني الحقيقه انا المؤلف سيد درويش انا كنت دايما بعتقد ان هو صادق عصره، يعني طبعا عنده تجدد وعنده حداثه وعنده حته مختلفه دايما، وما عنده جراءه في استخدام الالحان وفي استخدام الكلمه وفي استخدام تركيبه الاغاني بتاعته، مختلفه عن اي مؤلف تاني مصري الصراحه يعني. فبالتالي هو كان متجدد ويحب كل ما هو جديد، فبالتالي انا حبيت ان انا اضيف شيء مختلف برضه وجديد طبعا لألحان سيد درويش، وادلها قيمه يعني كمان اكتر من خلال اللحن، مش بقى من خلال الكلمه، لكن من خلال ان انا اخد لحن سيد درويش طبعا هو واستخدم كان موسيقار كمان، جمله كآلة. اللحنيه كانت بديعه. يعني البيانو الصراحه كمان طبعا بيساند اللحن، وبيدي نوع من انواع التناغم والهارموني، وبيدي له عمق مختلف. يعني هي الفكره ما بقتش مجرد اغنيه، بل هو عمل موسيقي متكامل، والصوت ما بقاش مجرد بيغني كلمات، ولكن هو بيأدي لحن لسيد درويش، بيدي له عمق وبيدي له يعني شيء، بيخلي كمان المستمع هو نفسه يحس باللحن بالحاله، بس بيعيش من خلال الحاله اللحن، معاكي. من خلال حاله. بالظبط، مش لازم اديله كلمه عشان يفهم او يحس او يشعر يعني بشيء معين. ده كانت فكرتي. عايز اسالك، مكان التصوير ده فين؟ في باريس؟ ده في يعني تروكاديرو، ده عند المكان تور كله ايفل. كان في باريس، وفي منطقه اللوفر بالذات، ما لسه بقول، ولكن انا كنت فاكراها تروكاديرو عند تور ايفل، شكلها لا، هي ناحيه، هي في اللوفر، في ناحيه اللوفر. اللوفر، ومش بعيد على فكره عن الجزء لا لا المصري مش بعيد طبعا، اللي موجود فيه الاثار المصري. جنب الجناح المصري او قريب فيه يعني، روح كده بالظبط، منه. كنا جنبه على طول يعني طول الوقت. لكن الحقيقه كمان انا حبيت يعني من خلال طبعا يعني استشاره المخرج الفنان الجميل الرائع المخرج مدحت سعودي، انه ازاي نجيب روح الزمن الجميل، الحنين الى الماضي، ما هي نوستالجيا دي مش صدفه، طبعا الحنين الى كل ما هو جميل، الحاجات بتاعتنا طبعا المصريه اللي فيها طبعا رقه واناقه وفي نفس الوقت دلع وشقاوه. عشان طبعا كده رحت خان الخليلي، ورحت جبت حاجاتنا بتاعتنا من السوق بتاعنا الجميل خان الخليلي، وجبت الاكسسوارات والفساتين الجميله عشان نحس بالحنين ده تلبسي نفس والشقاوه بتاعتنا اللي هي جزء ايوه منا. نفس الملابس بتاعتنا، فتحسي بالشخصيه والاحساس، بالظبط يبقى رائع يعني. اكيد يعني بالظبط. انا حتى وفي نفس شايفه الوقت حركات في ايديكي مع المشيه، مع لون اللبس، فيها كده سيمتريه وفيها روح يعني هو بجد حلوه. الحقيقي، هو الحقيقي انا بعتبره يعني عمل فني اكتر منه فيديو كليب يعني المتعارف عليه. هو فعلا عارفه هو عمل مديني فني احساس ايه؟ متكامل. وشبه اللوحات يعني، في لقطات كده بالظبط شبه لوحات بالظبط، اللوفر اصلا اللي انت يعني بتصوري ده قدامها. حقيقي يعني. هو المخرج انا بحس ان هو رسم بعينيه، ووالدتي رسمت يعني من خلال الريشه اللي هي كانت كتبت بيها يعني لحن سيد درويش، وألفته وكتبته على صوتي،
صح. وانا حاولت برضو الونه بالالوان، كاننا يعني كان فنان تشكيلي أكيد. بيعمل اغنيه. الحقيقة أنا يعني دايما بستمتع وبحب أشوفك، وأتمنى لو أنت هتبقي موجودة في شهر رمضان نعمل حاجة كده نوستالجيا بجد. يا سلام، يا ريت يعني لو أنت شرف. هتبقي موجودة هبقى إن شاء سعيدة الله، جدا إن احنا نعمل ده، يعني ما عنديش ليه مانع لا؟ أروح معاكي الحسين ونصور، إيه رأيك؟ يس وتقعدي يا تدندني سلام، وبتاع، ده يعني أنا أحب بقى أغنيها. لو أنا أغنيها بقى في الحسين عندنا أو في أماكن خان كتير. الخليلي، يلا بينا. بالظبط، يلا بينا جدا، احنا طبعا جاهزين، بس طبعا، انتي توصلي بالسلامة ونعمل ده إن جدا شاء الله معاكي، إن شاء الله يعني إن لأنه شاء الله. عندنا يا برضو ريت احنا في خان الخليلي حاجات يعني لا تقل جمالا عن اللوفر أو المناطق طبعا، دي، عشان فأكيد هي فيها بساطة لكن جمال ورقة. أنا مش عارفة ليه احنا بنسيبها للسياح بس، دي حاجاتنا بتاعتنا ما أكيد بنستعملهاش، لازم يعني نحتفظ بيها ونلعب بيها ونستمتع بيها، ده جزء مننا. أكيد فعشان كده أنا استمتعت لما صورت أكيد. الفيديو ده. وإحنا استمتعنا وبنفضل نستمتع بكل ما هو فيه كنوز. الفنانة أميرة سليم بشكرك شكرا جزيلا، تحياتنا ل يعني الفنانة وأيضا البيانيست الشهيرة مارسيل ماتا والمخرج مدحت سعودي اللي بيقدموا حاجة حلوة، وده شيء جميل على فكرة. أنا عايزة أقول لكم يعني ده كمان لو اتعرض، والناس الفرنسويين بيقدروا قوي الحاجات الفنية، المتحف اللوفر اللي هي بتتكلم عليه ده في الجناح المصري، أنت لو رحت هناك يعني تحس إنه أولا أكثر إقبال هناك على المتحف هو الجناح المصري، من كتر ما فيه من آثار وحاجات والناس بتقبل عليها بشكل كبير، يمكن ما يكفيش يوم إنك تزوره. فطبعا كل شيء بجد مصري هناك بيبقى موحي، والمنطقة دي كمان قبلها في تروكاديرو وفي المسلة المصرية، فتحس مصر موجودة في العالم بكنوزها وبكده بعظمتها يعني.